بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام وقراءة القرآن والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة بها من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله عز وجل وإغوائه لهم. يقول المولى سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أعتكف العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، أي ليلة القدر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، رواه مسلم. وعنها أيضا أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، متفق عليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة. عباد الله، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله عز وجل على غيرها، ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله بفضلها في كتابه المبين، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها. ومن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك، من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص، ذلك تقدير العزيز العليم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. القدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو بمعنى التقدير والقضاء، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة، يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. وأن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وما أدراك ما ليلة القدر، والاستفهام من التفخيم، والاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة عباد من عباد الله، قائمون بعبادته ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. والروح هو جبريل عليه السلام، خصه بالذكر لشرفه وفضله. سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله
من الثواب للقائمين فيها، واحتساباً للأجر وطلباً للثواب. وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.